مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا اليومي تحت الضوء. لقائنا مع حضراتكم لإلقاء الضوء حول أبرز الفعاليات التي شهدتها الساحة في مصر في جميع المجالات، اقتصاديا واجتماعيا ثقافيا وفنيا وفي غيرها. تابعونا في حلقة اليوم مشاهدينا لنتعرف على ما بها من موضوعات. ديفلي كيدز يعتبر من أهم وأقدم المعارض المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، ويترقبه جميع المهتمون بصناعة ملابس الأطفال محليا وعربيا ودوليا. دورة هذا العام استمرت 3 أيام وأقيمت في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعنها كاميرا تحت الضوء تقدم لكم التفاصيل التالية. استضاف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر فعاليات معرض ديفلي كيدز الدولي لأزياء وموضة الأطفال من ملابس وجلود ومستلزمات، وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. يعتبر ديفلي كيدز هو أكبر تجمع لشركات ووكلاء ومصنعي ملابس ومستلزمات الأطفال والأكثر شهرة على الإطلاق. احنا بقالنا 20 سنه ما شاء الله في المجال بتاعنا، متخصصين في الديفليهات وفي قاعه المؤتمرات سواء حريمي او رجالي او اطفال. النهارده احنا بنقدم الديفلي رقم 41 لديفلي الاطفال، ديفلي كيدز في قاعه المؤتمرات. بنقدم الموضه الجديده للموسم الجديد اللي هو الصيف 2018. عندنا اكتر من 12 بيت ازياء بنسميه فاشن ويك للاطفال. الفكره انه احنا كنا محتاجين في مصر من زمان، يعني من فتره، ان احنا نتميز ازاي نعرض الازياء بتاعتنا. قطاع الملابس احنا طبعا متميزين فيه كمصريين، يعني صناعه الملابس، فقلنا كمنتج لازم يتسوق ازاي، فتسويقه دوليا لازم يبقى فيه فاشن شو او عرض ازياء مصاحب للاجنحه. انت لما بتيجي تتفرج على حاجه جوه جناح على شماعه غير لما تتفرج على موديل بيعرضها لك على الستيج. سوق مصر زي الفل، واحنا في انتعاشه ما شاء الله جامده جدا، بدليل ان انا عندي مقياس انه انا ما شاء الله العدد عندي، انا واخد ما شاء الله 4 قاعات، أكتر من 555 منتج معايا الدورة دي. إحنا يمكن في مصر بنتميز جدا بصناعة ملابس الأطفال، ونقدر ننافس عالميا، وبتخش كمان بنشارك في بعض المعارض الدولية، وأكيد لو في دعم أكتر من كده أكيد هيبقى في شغل أحسن من كده بالنسبة للمصانع المصرية. طبعا بالذات بالنسبة لملابس الأطفال إحنا بننافس جدا، بالذات كمان موضوع إنه سعر الدولار عندنا بقى بالقيمه دي، فاحنا نقدر ننافس بقوه السوق الصيني اللي هو بيسموه الغول بتاع الملابس الاطفال. نحن بقينا بالسوق المصري فترة طويلة، طبعا تعتبر تجارة الملابس في مصر من أفضل التجارات. مشاركين النهاردة إن شاء الله بديفلي كيدز بعرض الأزياء،
طبعا فرصة كبيرة كثير ممتازة لترويج المنتجات والتعريف بالموديلات كلها من خلال عرض الأزياء. فرصة كبيرة كثير لدخول السوق المصرية حتى دخول الأسواق الأخرى من خلال معرض ديفيلي كيدز. السوق المصري سوق نشيط وحلو، وخصوصا دلوقتي لما عم تتنشط فيه الصناعة المحلية، يعني اعتمادا على الصناعة المصرية بدل من استيراد صناعة الملابس أو الحاجات المستوردة. يعني إن شاء الله هو السوق كويس، وخصوصا أنه هلأ بمرحلة إن شاء الله تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق منه للتصدير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى بإذن الله. هلا بالنسبة للديفيلي، أحلى حاجة فيه إنه بيجمع المصانع كلها بمكان واحد بمصر كلها، وبرضه التجار بينزلوا لهنا بيتعرفوا برضه على المصانع، بيصير في تعارف ما بين المصنع وما بين المحل، والمحل برضه كمان لو في عنده أي حاجة أي مشكلة برضه بيعرضها على المصنع، بنصير نحن جوا السوق أكثر. يعني أنا اليوم المستهلك ما بقدر أوصل له غير من خلال صلة الوصل ما بيني وبين المحل، عرفت؟ فدي من احد الميزات اللي هي تبع ديفيلي، انه بتجمع ما بين المصنع وما بين المحل اللي هو بشكل مباشر بيكون مع المستهلك. يعني نحن عموما اكيد في يعني في لمسه خاصه بتبقى عند كل واحد، عند كل انسان سواء سوري ولا مصري، عرفت؟ نحن عم نحاول نحط ندمج ما بين يعني ناخذ الاستيحاء الشامي مثل ما بيقولوا مع المصري، وعم نحاول التوفيق من رب العالمين. يعني بنحاول ان شاء الله ان نوصل للزبون يعني ان شاء الله تعالى بسعر منافس بالسوق عموما، بحيث غطي السوق المصري بالشيء اللي هو محتاجه، والشيء الثاني كمان اللي هو يخليه انا يستغني عن المستورد بصراحه. النهارده كان الديفيلي ممتاز، وامبارح كان برضه ممتاز. يعني كان في اقبال شديد. انا اول مره بشارك في الديفيلي، احنا مصنعين هنا بمصر. يعني انا اللي شايف انه الديفيلي جاب نتيجه حلوه الحمد لله رب العالمين. كنت بالصين يعني بقالي فتره كبيره، كان عندي عملاء كتير من مصر، ولما قفل الاستيراد يعني فبقت حاجة الصين غالية، فجينا فتحنا هنا بمصر مصنع، والسوق حلو. يعني معظم زبائننا كانوا من مصر، بس لما قفل المستورد جينا فتحنا هنا والدنيا حلو. بالنسبة للسوق الأردني سوق قوي، بس مش بحجم المصري طبعا. يعني المصري تعداد سكان كبير، المستهلك المصري نوعيته كويسة، يعني ككواليتي كويس، يعني أقوى بكثير أكيد كعدد سكان، في فرق كبير طبعا. بالنسبه للاسعار احنا انا بالنسبه لي يعني بنوفر السعر الكويس والجوده بنفس الوقت، وفي اقبال على المنتج المصري، يعني اقبال كويس. والديفيلي كان يعني خطوه حلوه انه يقرب المسافات بيننا وبين المستهلك.
تضمن المعرض هذا العام عددا هائلا من الموديلات الجديدة المتنوعة تقدمها أسماء لامعة وكبيرة من كبريات مصانع الملابس والتي تخاطب كل الفئات وتتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستهلك في مصر وفق ما وصلت إليه أحدث التصميمات الجديدة في عالم صناعة ملابس الأطفال. انتهى لقاءنا مع حضراتكم النهاردة مشاهدينا، لكن حلقتنا معاكم بإذن الله يومية ومستمرة. انتظرونا دائما ولقاء يومي متجدد وتحت الضوء على المصرية.